موجز الثامنة مساء من أون لايف، أهلا بكم. غادر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لوداريان القاهرة بعد زيارة قصيرة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشاد السيسي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة لا سيما في المجال العسكري، وشدد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها خطر الإرهاب. من ناحيته أشار لوداريان إلى أن بلاده ستواصل دعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات بالمنطقة. استخدم مندوبا روسيا والصين لدى الأمم المتحدة قبل قليل حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار عقوبات بمجلس الأمن الدولي على الحكومة السورية، وذلك بسبب اتهامات حول استخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين. نال القرار الذي صاغته بريطانيا، فرنسا والولايات المتحدة تأييد 9 دول مقابل 3 عارضته، وهي روسيا، الصين وبوليفيا، فحين امتنعت كازاخستان، إثيوبيا ومصر عن التصويت. التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا مع ممثلي وفد المعارضة إلى مباحثات جنيف 4 بشار الجعفري، وذلك لبحث موقف المعارضة من المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي لحل الأزمة. قال الجعفري عقب اللقاء إن المباحثات ستستمر، لكن لا يوجد تقدم كبير حتى الآن على حد تعبيره. يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا اليوم أمام الكونغرس من المنتظر أن يحدد خلاله خطة إدارته خلال العام. يأتي الخطاب بمناسبة مرور شهر على توليه المنصب، ومن المنتظر أن يشرح ترامب جدول أولوياته وخططه لإصلاح نظام الرعاية الصحية وتعظيم القدرات العسكرية للولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت 9 ممن وصفتهم بمسلحين إسلاميين في ولاية تيزي ووزو شرقي العاصمة الجزائرية. قال بيان الجيش إنه تم خلال العملية التي جرت قرب مدينة أعزبون الساحلية ضبط أسلحة وكميات من الذخيرة. ختام الموجز، شكرا لكم.